يا مساء الخير عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده طبعا هنعمل مع بعض شاورمه اللحمه. زي ما انتوا عارفين شاورمه اللحمه غنيه عن التعريف، كلنا لما بنكون ماشيين كده في الشارع عند محلات الشاورما من غير اي مقدمات لازم ناكل شاورما. النهارده هنعمل الشاورما في البيت، وكمان باطيب طعم احسن من المحلات بكتير، ضامنين حاجه احنا جايبينها. في الاول كده هنحتاج لحمة متقطعة فليه أو شرايح رفيعة اللي هي بتاع الشاورما دي، هنخلي الجزار يقطعها لنا. كمان هنحتاج عصير مية البصل وعلبة زبادي كبيرة وأربع خمس فصوص ثوم مهروسين، رشة من القرفة ورشة من الفلفل الأسمر، رشة من الكمون، ملح، شطة، رشة من الجنزبيل كمان، وهبدأ وكمان فنجان من الخل الصغير. هبدا ان انا اقلب المكونات دي كلها مع بعضها، وهدخل اللحمه بتاعتي والملح طبعا بتاعنا هنظبطه، وهدخل اللحمه بتاعتي في التلاجة من نص ساعه لساعه لحد ما تتبل معايا كويس جدا. عايزه اقول لكم ان الزبادي والخل هيضر انسه اللحمه، تخليها ما تاخدش معايا اي سوا خالص. في ووك على النار او صينيه على النار هبدا ان انا انزل فيها بماده دهنيه واكون مسخنه كويس جدا عشان انزل اللحمه بتاعتي تاخد الصدمه بتاعتها. هقلب اللحمه بتاعتي على الناحيتين لحد ما تاخد الصدمة بتاعتها، وهدي عليها لحد ما المية بتاعتها تنشف خالص. في الوقت ده هكون قطعت بصل وطماطم وفلفل جوليان. مش هنزل البصل والطماطم والفلفل غير في اخر وقت او في اخر مرحلة في التسوية خالص بعد ما تستوي معايا، لان انا عايزة الخضار يحتفظ بالقوام بتاعه، يكون القوام بتاعه زي ما هو ماسك نفسه حلو معايا كده. الشاورما بتاعتي خلصت زي ما انتوا شايفين كده معايا، والفانة وشفا. استنوا فيديو جديد من فيديوهاتي، ومع السلامة.